القلب هو المسؤول عن تسارع نبض العلاج، تسارع نبض القلب وضغط نبض القلب وتركيب منظمات القلب الصناعي وهبوط القلب وهبوط عضله القلب. فالنقطه ايه؟ لما دكتور القلب يشخص لحضرتك اي تشخيص من هذا او لا قدر الله في حالات اغماء مفاجئ، حالات توقف موقف مفاجئ في الاسره في السن الصغير او في المرضى الذين ما كانوش مرضى ما بيعانوش من اي حاجه وفجاه توفى في خلال 24 ساعه، هذه الحاجات دي حضرتك لازم يتوجه لتخصص كهرباء القلب. وزي ما احنا قلنا احنا الحمد لله عندنا هنا في مستشفى وادي النيل يعني وحده قويه جدا يعني يتواصل مع اي احد بكهرباء القلب ونشوف اذا كان محتاج هذا النوع من الاجهزه او العلاجات الطبيه لمنع الامراض دي. زي ما قلت لحضرتك الاجهزه رقم واحد وفي برضه جزء طبي فلازم تخصص كهرباء القلب. الوحدات دي هي اللي هتتواصل مع وزاره الصحه وهي ايوه يا فندم احنا طبعا ياما مرضى كتير بيبقوا لهم تواصل مع التامين الصحي او وزاره الصحه وبنوجه بجوابات ان المريض بيحتاج هذه. وفعلا زي ما بقول لحضرتك يعني فعلا في طفره حصلت في الجزئيه في العلاج المجاني والتامين الشامل ان اصبحت الاجهزه دي من عده سنوات يعني مش بعيده ما كانتش اجهزه متوفره لكل الناس. دلوقتي لا بتتركز وبالمجان ومن ضمن الرعايه بتكلم اي تكلفه وبتركب من اكبر برضه دكاتره الاستشاريين كهرباء القلب في وزاره الصحه والتامين الصحي واحنا معظمنا كله اصلا شغال في التامين الصحي وزاره الصحه. واحد انا واحده منهم الدكتور احمد مصطفى يعني. اي ثينك ان احنا يعني ممكن ننهي المطور الصحفي علشان يبقى لايف ترانزميشن.